الحدث مع أحمد القماطي. انبطحوا لعسكر أردوغان ومرتزقته، فأرسل بوارجه وطائراته لقتل الشعب الليبي. أرسل الألاف من المرتزقة المنتمين لتنظيمات متطرفة، قتل المئات منهم، كما قتل عدد من الضباط الأتراك. وسجن أردوغان كل من يتحدث عنهم في دولة ديكتاتورية مقنعة لا يقام وزن فيها لحرية الصحفي. الوجبة الليبية الأولى التي التهمها اللص الأناضولي كانت 5 مليارات دولار من أموال الليبيين، كان قد أودعها الإخوان عبر أذرعهم المسيطرة على مصرف ليبيا المركزي في بنك زراعة التركي. بعدها تقدم البلطجي، وضع أمامه خارطة ليبيا، تحدث عن إرثه العثماني، غال في صفقاته متحججا بوجود أكثر من 1 مليون ليبي من أصل تركي، متحديا الليبيين والعالم، وهدد باحتلال هلالنا النفطي. أرادها الإخوان حربا إقليمية، استدعوا دولة طامعة يرأسها إخواني بلطجي. أراد هو قرصنة ثرواتنا والانطلاق بعدها لتهديد كامل الشمال بل والوسط الإفريقي. كبر وهلل المنبطحون والعملاء، رغم أن المواطن الليبي لم يعد قادرا على دخول منزله بعد أن استوطن فيها أبو محمد السوري. هددوا باحتلال النفط والرجمة، الجغبوب والجفرة، وجاء الوفد التركي الكبير ليقطف الثمار مبكرا ويمهد لاستقبال أردوغان الذي أراد حشدا جماهيريا واستقبالا شعبي. إلى هنا كانت الرياح تسير كما تشتهي بوارج أردوغان وعملائه قبل أن يسمع صوت الخطاب القوي. خطب رئيس مصري في جنوده وجمعا من أعيان القبائل الليبية، واضعا الأمور في نصابها، رافعا ورقة السلام المصرية، محددا خطوط حمراء قوية أمام المستعمر التركي. أردوغان الذي هدد باحتلال سرت والموانئ والجفرة، جاء من يضع له حدا وخطا أحمرا، متسلحا بشرعية دولية وبرلمانية ليبية ومصرية تتيح له التدخل إن اقتضت الحاجة. فكيف يتوقع الإخوان وأردوغان أن يسكت العرب على إرسال الآلاف من المتطرفين والتهديد باحتلال مباشر لا بمجرد دعم موجه لطرف ميليشياوي محلي؟ العرب يقولون كلمتهم، وحديث على أن أي ضربة ستوجه للمستعمر التركي لن تكون مصرية خالصة، ستكون بداية ليبية من أبناء القبائل وأحفاد عمر المختار والجيش الوطني، يسندها تحالف دول عربية تدافع عن الأمن القومي العربي. سيناريو الضربة الليبية العربية لتركيا مؤجل حتى استنزاف كل أوراق السلام من مخرجات برلين وصولا إلى المبادرة المصرية. وفي حالة لم يبصر أردوغان الخط الأحمر وكان إلى جانب العته مصابا بعمى الألوان، أو في حالة أثرت رائحة النفط خلف الخط الأحمر على نشاط أردوغان الذهني، أردوغان الآن في وضع حرج، فقد جاء من يحول أحلامه إلى كوابيس ويضع أمامه الخطوط الحمراء. أردوغان جاء ليشرب خام النفط الليبي المتعطش له، والذي سمع متخصصين أتراكا يتحدثون عن مخزونه العظيم وعن قوامه النقي. لم ينم الإخوان ولم يعرف النوم أيضا طريقه لأردوغان منذ أن تحدث الرئيس المصري. رقبت البارحة أنينهم المستمر، لكن أبرز ما لفت نظري وشد انتباهي أن أجد إخوانيا يحاضر في العفة والشرف والسيادة وقد باع ليبيا لمرتزق إرهابي. كيف يتحدث الإخوان عن السيادة وقد قدموا ليبيا للاحتلال التركي؟ كيف يصفون دفاع العرب عن أنفسهم وعن أمنهم القومي بأنه احتلال أجنبي؟ مطار جفرة أيضا، العمليات مستمرة في هذا المجال، أما الهدف فهو السيطرة على كامل محيط مدينة سيرت ومن ثم
تحرير المدينة. هذه المناطق هي مناطق بترولية، آبار البترول والنفط موجودة، لذلك هي أهم. انتبهوا أن وجود الميليشيات، وجود الميليشيات في أي دولة، وعندنا نماذج كتير لا تستقر معها الدول لسنين طويلة قادمة. وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم وشعبها مناضل ومكافح. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر، خط بالنسبة لنا خط أحمر. الموقف الآن مختلف. النهاردة الأمور في المعادلة، في معادلة الأمن القومي، في الأمن القومي العربي، الأمن القومي المصري والليبي بتهتز. بالمناسبة إذا تحرك الشعب الليبي من خلال وطالبنا بالتدخل، ده إشارة للعالم على إن مصر، مصر وليبيا بلد واحدة ومصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد. وعلى من باعوا شرف وفقدوا الرجولة وتفاخروا بالتنازل عن الوطن لمن نكل بأجدادنا قرونا مريرة، متناسين تاريخنا المجيد في الكفاح والجهاد ضد المستعمرين، وركعوا أمام أسيادهم ليقبلوا أيديهم، وانبطحوا على بطونهم ليلعقوا نعالهم يستجدونهم الإغاثة والنجدة، لتصبح حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا إرثه التاريخي وأنها أرض بلا شعب، ويحلم باستعادة إمبراطورية بناها أجداده بطوب من الجهل والتخلف والغطرسة والطغيان وقهر أمة العرب ونهب ثرواتها، ويحشد قواته اليوم لغزونا واحتلال أرضنا واستعباد شعبنا من جديد. وقد وجد من الخونة من يوقع معه اتفاقية الخنوع والذل والعار لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا. فهذه الأرض هي العرض لنا، قد سقينا تربها من دمنا وهي عصية على هذا المعتوه، الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا وولاية أمرنا. على كل ليبي حر يعتز بوطنيته وانتمائه في هذه الأرض الشريفة الطاهرة، ويفتخر بجهاد آبائه وأجداده من أجلها، ويؤمن بأن الحياة وقفة عز، وأن الوطن دونه الروح أن يصطف إلى جانب قواته المسلحة.
الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، أرحب بضيفي في هذه الحلقة الاستثنائية عبر الأقمار الصناعية الكاتب الصحفي الأستاذ محمود المصراتي. أستاذ محمود أهلا بك. أهلا بك أحمد، تحية ليك ولكل مشاهدينا في ليبيا وفي خارج ليبيا، تحية لكل الليبيين الشرفاء الأحرار، تحية لقواتنا المسلحة العربية الليبية، تحية إلى الشعب المصري والجيش المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الموقف المتوقع. وهذا ما أريد أن أبدأ به يا أستاذ محمود. نعم، أريد أن أبدأ معك من هذا التطور الأبرز والمتغير الأكبر على ساحة أو مشهد المقاومة الليبية للعدوان التركي. الآن أتحدث تحديدا عن ما بدأت به حديثك، خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سيدي براني. كيف تصف هذا الخطاب بدايته؟ أولا دعنا نعطي خلفية ولو بسيطة. مصر تدرك تماما أنه جماعة الإخوان المسلمين مدعومة من تركيا تبحث عن موطأ قدم لها في ليبيا، وأن تكون شوكة في خاصرة مصر، وأن تكون بيت مال المسلمين في شمال أفريقيا. وأيضا تعلم جماعة الإخوان المسلمين أن إذا سقطت في ليبيا ستسقط في شمال أفريقيا بالكامل، ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى، خاصة بعد أن قهرهم السيسي في مصر في ثورة يونيو. وبالتالي مصر تدرك تماما أن أمنها القومي من أمن ليبيا، وتدرك أن هناك عمق استراتيجي هام في ليبيا لا يمكن أن 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 تغفل عنه. الموقف المصري موقف متوقع عبر التاريخ. مصر التي يربطها مع ليبيا أكثر من 1200 كيلومتر كشريط حدودي غربي، أيضا ضف على ذلك النسيج الاجتماعي المترابط والمتداخل بين الدولتين وبين البلدين، المصاهرة والأنساب، بل لدينا قبائل كبرى أصولها ليبية تعيش في 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 مصر. أيضا لا ننسى أن مصر هي دولة عربية وتحمل ذات عرقنا وتسير في دمائها نفس دمائنا العربية والقومية، وبالتالي هذا الموقف متوقع وموقف يساند القوات المسلحة العربية الليبية، وأيضا يعبر عن إيمان مطلق للدولة المصرية ولمؤسساتها العسكرية خاصة بالدور الوطني الحقيقي الذي قامت به القوات المسلحة خلال السنوات الماضية منذ انطلاق عملية الكرامة والقضاء على الميليشيات. بس خلونا نوضح بعض النقاط المهمة. نعم. الآن أصوات كثيرة أحمد خرجت وتتحدث عن السيادة. خلونا نكون متفقين في شيء واحد، أنا كليبي وأنت أيضا عاي أحمد، نحن نرفض تدخل أي شخص في ليبيا، لا تركي ولا روسي ولا المصريين على عيننا وعلى رأسنا من فوق مواقفهم. المبدأ هو عدم تدخل أي قوة أو عدم تدخل أي شخص في شؤوننا الداخلية، ولكننا دفعنا واضطررنا لذلك. في أصوات يا أحمد، وأنا يعني خاصة في الحلقة هذه في نقاط تجب توضيحها، ووسع بالك معي شوية يا أحمد. نعم بالتأكيد المجال مفتوح لك. لما تقول لا أنت جبت للمرتزقة السوريين، لما تقول لا أنت جبت للمرتزقة السوريين والأتراك، يقول لك لا ما أنت جبت للروس. تعال يا حبيبي ناقش نقطة. فكرة السماح لقوات عسكرية أجنبية تتدخل في ليبيا ما نبوش نتكلم على 2011 لما صفقنا كنا للناتو وعلى رأسنا جماعة الإخوان المسلمين، لكن فكرة وجود قوة عسكرية تدخل إلى ليبيا رأوا أنتم المسؤولين عليها من 2015. القاعدة الجوية في مصراتة أكبر دليل، القوة الإيطالية لما خشت لمصراتة خشت تحت ستار وهمي وكاد بأنها مستشفى ميداني، وهي قوة عسكرية قبلتها أنتم في كلية جوية المصراتة ولازالت موجودة إلى غاية الآن. إذن المبدأ راهو ليكم أنتم مش لينا احنا. أنتم طيلة سنة ونص فاتت صدعتوا روسنا بحكاية الجنجويد والروس
والإماراتيين والمصريين وطيران إماراتي. واحد قال أنا شفت عكاريات معبية إماراتيين فايتين من طريق الشميخ ولا طريق بن وليد. والثاني قال شدينا 50 جندي مصري. واحد قال مرتزقة جنجويد وواحد قال مرتزقة روس. ميليشيات الوفاق وهذا الحشد الميليشاوي مدعوم من تركيا لم يقبض على ساق لجندي مصري ولم يقبض على ذراع لجندي إماراتي حتى جبتونا الجندي الروسي مش عارف منين طلعتوها الجتة جبتونا جندي روسي بكامل قيافته إذا كان روسي طبعا هو أبيض وأحمر وبدلته محددة وساكوه جديد ولا كأنه كان في حرب. بس خلونا نرجع لقبل 2011. يا أحمد ليبيا من ضمن الدول التي كانت مرتبطة بالمعسكر الشرقي بمعسكر الاتحاد السوفيتي وكل الأسلحة حتى التي تقاتل بها الميليشيات اليوم السلاح اللي طالعين به أنتم اليوم 23 وال 14 ونص والكلاشينكوف اللي حاطه على ظهرك يا ميليشاوي رأوا كلها صناعة روسية. وبالتالي القيادة العامة إذا استعانت بخبراء روس ما هوش جديد. معمر القذافي الله يرحمه وفعلا ترحموا عليه الله يرحمه كان مداير حي اسمه حي الخبراء الروس. الخبراء الروس هذوك ما كانوش اطباء ولا مهندسين ولا كوميستير كانوا خبراء في المجالات العسكريه. ايضا لدى المؤسسه العسكريه المصريه في خبراء روس في سوريا في قاعده روسيه. احنا دول الشرق احنا الدول التي ارتبطت اسلحتنا ودعمنا العسكري ومنظوماتنا العسكريه وقواتنا الهجوميه وقواتنا الدفاعيه ارتبطت بالاتحاد السوفيتي في ايام الحرب البارده وكل اسلحتنا روسيه. اللي طالع اليوم يهرطق ويقول انتم جبتوا لنا الروس والفاغنر والملحدين راك ال 14 ونص اللي راكب عليها بكنتيرتك راهي صناعه روسيه. وبالتالي انك تستخدم او تستقطب او تستجلب خبراء روس لأسلحتك وانت في طور بناء مؤسسة عسكرية أرى هذا موش احتلال وغير معتدي. والموازنة بين انك انت تدخل 12 ألف الى غاية الان تركماني سوري مرتزق وجنود اتراك وخلينا نحكم بعدين على الاحتلال التركي وش القصة ما فيش موازنة بيناتهم. وبالتالي اللي مقعمس في طرابلس على الركابة في مزران ولا اللي يفرق في البكلاوة ويفرق في البريوش في الساحة الخضراء هاي الرسالة واضحة ليك. اللي قاعد تهرطق وتقول لي لا انتم ببديتوا جنتوا الجنجويد اعطيني قلت لك بوتيل انت جنجويدي نرفع لك شبه اعطيني ساق لجندي مصري ولا كتف انت جندي اماراتي ولا معاك. تقول لي خبراء روس نعم لا ننكر ايه القوات المسلحة استعانت بالخبراء الروس ما هوش جديد. معمر القذافي رحمة الله عليه كان مدين لهم حي اسمه حي الخبراء الروس. أهل طرابلس كلكم تعرفوه حي الخبراء الروس. طيب كل الأسلحة متاعنا والعتاد دباباتنا وطائراتنا كانت تتم صيانتها عبر الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت والآن عبر الاتحاد الروسي. بس مش هذا موضوعنا. موضوعنا أنه نحن ضد أي وجود لأي قوة غير ليبية هذا بالعموم وهذا ليبية. نعم هذا العنوان الأبرز. نعم لحظة كمل الفكرة بس لكن هذا الاتفاق صحيح هذا متفقين فيه يا أحمد ولكن بس خليني أوصلك حاجة. بس أنتم من دفعنا لذلك في لحظة من اللحظات كانت القوات المسلحة داخل شوارع بوسلين وكانت ستنهي الميليشيات راو الجور وما نبيش نحكي بعدين على القرارات المؤلمة والانسحابات اللي صارت الأمور العسكرية سنتحدث إلى الأمور اللي صارت بشكل عام. نعم القوات المسلحة لأكثر من عام استنزفت كل طاقات الميليشيات في طرابلس وقضت على أكبر قادتهم في طرابلس وكانت على مرمى حجر من مكتب السراج. ماذا فعلتم؟ استنجدتم بالأتراك وادخلتم ليبيا في صفقة في ملف سوريا. حكومة الوفاق هي المسؤولة عن إدخال ليبيا في ملف سوريا. لما مشيتوا لأردوغان وطلبتوا منه هدنة وكانت لو تتذكروا فيها يوم المشير رفض بعض القرارات في موسكو وطبعا هذه تحسب للمشير خليفة حفتر لأن في خلاف أو في اختلاف
بين فايز السراج وبين خليفة حفتر أو بين الحاج الميليشاوي وبين القيادة العامة. خليفة حفتر والقيادة العامة يقدروا يقولوا لا، لكن فايز السراج هو معاه لا، يطأطوا الروس فقط ما يقدروا يقولوا لا. تتذكروه يا ربيين الهدنة اللي صارت، الهدنة اللي كانت في موسكو واللي غادر فيها المشير خليفة حفتر لأن الروس طلبوا أن تكون هناك قوات على الأرض. هذا ممكن معه مرة نحكوا الكلام هذا، طلبوا أن تكون قوات على الأرض تفصل بين القوتين في الهدنة، فالمشير خليفة حفتر رفض، وكان الرفض متاعه واضح، وزعلوا منه الروس وخذ طيارته وروح دون حتى أن يعود بهم. وبالتالي الرجل أثبت أنه يملك قرار نفسه وأنه يحافظ على السيادة الليبية. فاللي فكوا عليكم فكوا عليكم الأتراك. أنتم لو قعدتوا أنتم القوات المسلحة رأس برأس، نعم، رأوا كملناكم في طرابلس ورأوا جيناكم حتى في مصراتة، ولم نترك صعلوك مسلح يرفع السلاح باستثناء الجيش الوطني الليبي اللي معترف فيه الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي نفسها اللي معترفة الآن بحكومة ما يعرف بحكومة بالحكومة الشرعية، على خاطر يا أحمد الآن في جدل في الشرعية. كل اللي يطلع معنا يا أحمد يقول لا الحكومة الشرعية. طيب الحكومة الشرعية، الشرعية الحقيقية هي شرعية صناديق، هذه حكومة غير منتخبة، هذه حكومة شرعنتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن. إذن مجلس الأمن والأمم المتحدة اللي شرعنوا هذه الحكومة هم أيضا شرعنوا الجيش، بل بالعكس الجيش أكثر شرعية، لأن استمد تنظيمه واستمد قيادته العامة من آخر من أول وآخر جسم منتخب برلمان ليبي، اللي هو البرلمان الذي نصب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر. وبالتالي أنتم من دفعنا إلى أن نستنجد بإخوتنا العرب. طيب وعلى فكرة طيب محمود، يعني أستاذ محمود لو سمحت لي فقط عن السيسي أمس يا أحمد سأعود إليك يا أستاذ محمود فضل. لكن عندما تتحدث الآن عن الخطاب المصري القوي هذه المرة، لكن قبل ذلك جميل أنك بدأت حديثك وأنت تتحدث على الطرف الذي اخترق السيادة بداية، لا تريد أن تعود إلى الوراء لعام 2011 ومشاركة الناتو، بل وجود قاعدة إيطالية صريحة ومباشرة، نعم، في الكلية الجوية بمصراتة، إلى جانب أيضا التحول الواضح الذي تم في المعركة. نعم، التحول الواضح الذي تم في المعركة، بمعنى أنك بدأت إجابتك على سؤالي قبل قليل بأن الحرب بين الجيش والإخوان المسلمين في آخر معاقلهم. قد تكون هذه الحرب في بداياتها هكذا بين الجيش والشعب ضد تنظيمات إرهابية على رأسها الإخوان القاعدة وداعش، لكن الآن الكثير يتحدث أن المعركة تغيرت، بمعنى أن الجيش والشعب الليبي يواجه تركيا بصورة مباشرة، يواجه رئيس تركي يتحدث عن إرث أجداده، عن تحويل ليبيا إلى إيالة عثمانية، إلى احتلال مباشر. لذلك هناك حديث عن تدخل مصري أو عربي أشمل لوقف طموحات أردوغان عند حدودها، هل هذا صحيح؟ بالفعل صحيح، بس يا أحمد خلينا نوضحه حاجة. أردوغان سمح لنفسه لما لقي من يسلم له زمام الأمور في ليبيا. أنت أكدت على نقطة ولن أكد عليها المرة الأخيرة، أنتم من بدأ في اختراق السيادة بالقاعدة الإيطالية في مصراتها. النقطة الثانية، هناك فرق في التحالفات وهناك فرق في الاستعانة. نحن البارحة لما استمعنا إلى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم نحتاج إلى مترجم، كان يتحدث بلسان عربي فصيح. مصر هذه الدولة التي ذكرت في القرآن أكثر من مرة، خير أجناد الأرض، المؤسسة العسكرية المصرية التي أنقذت مصر في 2013 من براثن الإرهاب وفوضى الإخوان المسلمين، هذه المؤسسة المحترمة. اذهبوا إلى القاهرة شوفوا مصر وشوفوا المشاريع اللي قاعد تقول فيها المؤسسة العسكرية. المؤسسة المصرية العسكرية المصرية مؤسسة عريقة. أيضا نقطة مهمة، السيسي لم يأتي بخارطة أمامه ويؤشر عليها ويحدد مناطق الغاز والنفط، الرجل لم يتحدث بذلك. الرجل كان مؤدب مع الليبيين وحافظ على مشاعرنا وقال كلمة واحدة نعيدها الآن، إذا قلنا لهذه القوات أن تتقدم فبالتأكيد ستكونون أنتم على رأسها، يقصد أن تكون القيادة وطنية ورأس الحرب قيادة وطنية. ومش عبرة والاستعانة بخوتنا المصريين في سنة 1940، قصة المصريين مع الليبيين وفي دعمهم ضد الاحتلال الإيطالي. إيطاليا
قامت بتسييج الحدود الليبية المصرية لمنع وصول الدعم من مصر إلى المجاهدين. التاريخ يعلمنا أن مصر التي ذكرت في القرآن زي ما قلت لك وخير أجناد الأرض وحضارة 7000 سنة والتي تربطنا معها حدود برية وحدود بحرية، حدود برية لأكثر من 1200 كيلومتر، وتربطنا بها تداخلات اجتماعية ومصاهرة وأنساب وتجارة وعمل وثقافة هي الأجدر بدعمنا، ليست المحتل التركي هي الأجدر بدعمنا. أردوغان الذي جلس صحيح يا أحمد. يا أستاذ محمود، أنت الآن تتحدث عن نعم هذا الخطاب المصري القوي، وأيضا لفتني في حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه قال لو كنا نريد أن نتدخل أو أن نحتل بلادا أخرى لفعلنا ذلك منذ 5 سنوات وكانت الفرصة مواتية لذلك ربما أكثر من هذا الأمر، لكن مع ذلك هو يتحدث أنه فيه عدوان تركي مباشر، فيه إرسال لآلاف المرتزقة والتنظيمات الإرهابية، وهذا يهدد الأمن القومي الليبي والمصري والعربي بصورة عامة، لذلك هم اضطروا للتدخل. ولفتني أيضا جزئية لا أعرف كيف يمكن تفسيرها أيضا يا أستاذ محمود المصراتي، أن الرئيس المصري تحدث أننا سنتدخل والقبائل الليبية أمامنا والجيش الليبي كذلك أمامنا، كيف تفسر هذه الجزئية تحديدا؟ هي تأتي من باب مراعاة التركيبة الاجتماعية في ليبيا. نحن مهما حاولنا أن نظهر بثوب الدولة المدنية لا زالت القبيلة والعائلة والعشيرة ما زال لها دور في ليبيا، وربما حتى العرب أو شقائنا العرب يعتقدوا أو ما زالوا يؤمنوا بأن للقبيلة دور في ليبيا. وبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم هذه الجملة بالذات، وهي رسالة بأنه يحترم التركيبة الاجتماعية للقبائل الليبية، لأنه الليبيين هم يعلمون تماما أن الليبيين دائما شعارهم الشعار اللي يقولوا فيه المصريين أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. يعني أنا نحن اللي بنوصله يا أحمد أن القيادة المصرية تدرك تماما الخطر الذي يحدق بليبيا بالدرجة الأولى، وتدرك تماما أن أمنها واستقرارها وعمقها الاستراتيجي الأمني لن يكون في مأمن إذا ما استمرت تركيا في هذه العربدة. خلينا نرجع يا أحمد إلى العربدة التركية وماذا حدث خلال الأشهر الماضية لو سمحت لي. طبعا نعم تفضل أستاذ محمود. المدة الماضية كانت هناك نوع من يعني حالة إحباط ونوع من الانكسار لدى كل الداعمين للقوات المسلحة العربية الليبية، وهنا ربما لأول مرة نتحدث بهذه الصراحة، وكانت قرارات مؤلمة حقيقة لا نستطيع النقاش فيها أبدا، لا نستطيع الخوض فيها، لا يمكن لي أنا شخصيا أو غيري أن نتحدث في مسألة انسحاب قوات عسكرية أو تقدمها أو دفع من لوجستي أو كل هذه القصة، هذه أمور تعود القيادة العامة للقوات المسلحة، ومهما كانت قرارات القيادة نحن لها منصتين والسمع والطاعة، نحن كمدنيين ما لناش علاقة بالعسكرية زينا زي العسكريين حتى ما حينفذوا. كانت قرارات مؤلمة لعدة اعتبارات. أول هذه الاعتبارات أن العالم وقف يتفرج أمام استهداف تركيا بكل إمكانيات حلف الناتو لقواتنا المسلحة لمؤسستنا العسكرية الوليدة التي لديها الدعم البسيط والتي كيف بادية تبني في نفسها، وبالتالي كان من الحكمة الانسحاب في الكثير من المواقع. أيضا ترك فرصة وهذه مهمة، ترك فرصة إلى الدول الداعمة والدول الحليفة، وهذه الدول الحليفة حنناقشها فيما بعد، ولكن أنت لما تكون لديك دول داعمة ودول حليفة يعني يجب أن تكون أن تعطي فرصة للاستماع لهم وأن تنفذ ربما رغباتهم في بعض الأحيان، هم الداعمين ليك، أعطى فرصة للدول الداعمة من أجل إنشاء حل سياسي، وهذا طبعا أمر مستبعد ولا يمكن حيصير في ليبيا مش حيكون فيها حل سياسي.
النقطة الثالثة المحافظة على القوات المسلحة عناصر وأفراد وآليات. أنا بدري في البداية قلت لك الدور المصري متوقع مع أن تأخر شوية، يعني خلال الثلاثة شهور الماضية تركيا نزلت بقوة في 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 في, في ساحة المعركة، واستخدمت طيرانها المسير، واستخدمت صواريخها، واستخدمت أكثر من 12 ألف مرتزق. وطبعا 12 ألف مرتزق هذه رسالة نبي نوجهها للي قاعدين في طرابلس. وطبعا على فكرة ما طرابلس حتى أحمد بعدين تعطينا فيها خمسة دقائق اللي قاعدين الآن الداعمين للميليشيات واللي يقول انتصرنا. حكومة الوفاق جت في لحظة من اللحظات اللي جت ما عاش عندها أي أفراد تقدر تقاتل بهم، لأن الليبيين الشرفاء الحقيقيين في المنطقة الغربية، في طرابلس، في صبراتة، في سرمان، في الزاوية، في كل المنطقة الغربية، أولاد البلاد والمحترمين وصغار البلاد ما قربوش الميليشيات وما بوش يقاتلوا وما ساهموش. وهذا اللي خلى حكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين تقوم باستيراد أكثر من 12 ألف مرتزق. وبالتالي يا أحمد القوات المسلحة اتخذت قرارات كانت مؤلمة، ولكن هذا في حد ذاته سيقود إلى تمهيد أكبر، وسيقود ربما إلى عملية عسكرية أوسع. وأعتقد أن القادم لن تكون طرابلس، طرابلس سيدخلها الجيش سيرا على الأقدام، وكر الميليشيات وحاضنتها في المنطقة الوسطى لن تكون في مأمن ما لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه عبر اعلان القاهره وبرلين وابو ظبي. طيب هل لك ان توضح اكثر يا استاذ محمود المصراتي؟ الان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع خطا احمرا عند حدود سرت والجفره. كيف الكثير يتحدث ما هي رمزيه ليش الخط الاحمر هذا الخط الاحمر عند هذه الجزئيه تحديدا؟ هذه الجزئيه بالذات يا احمد راي سرت والجفره هناك احلام للاخوان المسلمين، لديهم حلمين في حاله فقد السيطرة، في حالة عدم وجود حل سياسي. أول هذه الأحلام، أو بالأحرى إذا كان هناك حل سياسي يجب أن يكون هناك إقليم رابعة، يعني ما عاش فيه التقليدية متاع برقة وطرابلس وفزان، لا نبو إقليم رابع في المنطقة الوسطى يبدأ من الجفرة شرقا حتى الخمس غربا وحتى من وليد وترهونة غربا، هذا هو الإقليم الرابع اللي يبوه. وبالتالي هذه مسألة أنه يكون في إقليم رابع هذه مسألة انساها. أيضا مسألة التقسيم وهذا أمر وارد يا أحمد والإخوان اشتغلوا عليه أكثر من مرة، لما تنحصر أمورهم يحسوا بالخنقة يتجهوا إلى قصة يوم المملكة وإعادة نفوذها وإعادة إحياء الملكية ويوم التقسيم والقصة دي. وبالتالي الدلالة والرمزية أن الجفرة وصرت خط أحمر أنه مصر لن تسمح بأن تقسم ليبيا، أن تسمح لأن تكون لجماعة الإخوان المسلمين حاضنة اجتماعية وحاضنة سياسية تكون لهم مشاركة في أي مرحلة مقبلة. طيب وأردوغان يا أستاذ محمود، أردوغان تعرف جيدا أنه يطمع في النفط الليبي في الموانئ أو في سرت، والآن ربما وقفه عند هذا الخط غرب سرت وأيضا عند خط أو محور الجفرة الكثير يتحدث أنه يبدد مطامحه ومطامعه وأحلامه في السيطرة على ثروات ليبيا، هل تتفق مع هذا التحليل أيضا؟ نعم، والرجل ما كانش مخباها يا أحمد. الرجل جابوه في لقاء تو كنت تجيب في حضرتك في التقرير لقاء، وكان يأشر على مناطق الغاز والحقل 13 وكان يأشر على مناطق النفوذ. يعني القصة ما هيش داسينها الأتراك. شوف تركيا تعاني من وضع اقتصادي سيء جدا، وتركيا لديها مشاكل كبيرة جدا اقتصادية، وبالتالي ترى في ليبيا يعني مفتاح الخزنة. انت يعني شوف الوفد اللي بعت من يومين او ثلاثة فاتت، واعتقد يقال بان تحصل على 5 مليار، هناك رقم يقال انه تم الحصول عليه. وبالتالي ليبيا بالنسبة للأتراك مهمة في ثلاث نقاط: المساومة في الملف السوري، المساومة في ملف الاتحاد الأوروبي، وإعادة إنعاش أو إحياء خزينة تركيا التي قاربت على الإفلاس. وخليك من وهم اللي يقولوا فيه رأوا الدولة الصناعية الكبرى وتركيا الجديدة ومجاد الاقتصاد وأقوى الاقتصادات. نونو الاقتصاد اللي تهزها تغريدة في تويتر موش اقتصاد،
والعملة اللي تطيحها تغريدها في تويتر ما هيش عملة، ما هيش قوة. وبالتالي يعني قصة الوهم بتاع انه هو الاقتصاد، لا لا، هذه قصة وهم كبيرة. احمد، في موضوع ال كلمة الرئيس السيسي، خلينا نوفوها كلها واش نطلب منها نمشي نقطة اخرى. صحيح، الرجل تحدث بحياء عن الدعم العسكري وقالها بجملة واضحة وصريحة، إذا قلنا لهذه القوات أن تتقدم فأنتم ستكونون في المقدمة. الرجل لم يتحدث عن احتلال مصر خلال 9 سنوات الماضية، قالها عبد الفتاح السيسي. صحيح. وإحنا كليبيين نقولها، لم تكن لديها أي أطماع، لا جغرافية ولا نفط ولا بترول، منذ القدم، بل بالعكس احنا تنطبع مشاكلنا زمان حتى ايام المرحوم حسني مبارك كانت حننا فيها مصر. وبالتالي مصر عمقها الاستراتيجي، عمقنا نحن الاستراتيجي، والعكس، مصر هي الشقيقة الكبرى لليبيا، ما نقدرش ننكرها اطلاقا. طيب، وبالتالي شعور مصر بخطورة الدور وبخطورة العملية التي تقوم بها تركيا وبخطورة الرعونة التي تقوم بها تركيا أردوغان في ليبيا يأتي من مسؤوليتها القومية ومن مسؤوليتها الإقليمية التي تقع في نطاقها ليبيا. هذا باختصار الدور المصري، هذا باختصار الدور المصري. وفي ومصر تدافع الآن على الأمن القومي العربي، بمعنى أنه مشروع أردوغان التوسعي الذي تحدث عنه بصفاقة وبدون خجل، يتحدث عن التوسع والتمدد في المنطقة. مصر، الجزائر، تونس، دول جنوب الصحراء أيضا مهددة. نعم. نعم، هذا عشان قلت لك الإقليمي. صحيح. بعدين يعني خلونا نناقشوا، إذا كنا نديروا في مقارنة احنا الآن بين مصر وبين تركيا وبين الدعم المصري والدعم التركي، يعني الأتراك احتلونا لأكثر من 400 سنة، تميزت هذه الفترات بفوضى وسرقة ونهب وقتل، جهل، تخلف. 400 سنة أنتجت أجيال من الجهل ومن التخلف، وأنتجت دول معدومة وفضاءات جغرافية كبيرة من مستوى خدمات. يعني لما تقرأ كتاب لابن خلدون بن غلبون في 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 قصة من حكم طرابلس ومن يحكمها، وهو مؤرخ ليبيا، يذكر قصص مؤلمة جدا قاموا بها الأتراك أثناء حكم ليبيا. وصلت بهم أن اغتصبوا طفل أمام أبوه لأنه كان أحد أثرياء البلاد، ولما صرخ واستنجد قام الوالي الصقسلي في ذلك الوقت بالحكم عليه بالجلد حتى الموت. الأتراك لم يصنعوا حضارة طيلة 400 سنة اللي حكموهم فيها في المنطقة العربية، مذبحة الجوازي، ولو توسعنا أكثر مذابح الأرمن اللي ارتكبتها تركيا والتي إلى غاية اليوم تريد أن تنكرها وتنكرها دائما، عدم احترام الأتراك للسيادة الليبية بهذا الشكل، التعامل الدوني التي تتعامل به حكومة أردوغان مع ما يعرف في حكومة الوفاق، يعني هذا كله ما يعطيك الصورة واضحة وجلية أن ما يقوم به الإخوان المسلمين هو تسليم لمشروع كبير جدا، مش مشروع هيمنة ومش مشروع اقتصاد، مشروع الخلافة الإسلامية وإعادة إحياء جماعة الإخوان المسلمين في المغرب. طيب العربي، يا أستاذ محمود اسمح لي، وبالتالي بعد قليل أيضا مصر بأن تكون ليبيا شوكة في خاصة. صحيح. مصر سأسألك بعد قليل. نعم. على هذا المشروع وأيضا عن ردود الفعل الإخوانية على خطاب الرئيس المصري، لكن جدلا أعرف أنه من الصعوبة بمكان تخيل هذا الأمر، لكن سأطلب منك أن تتخيل أنك أجلك الله مكان أردوغان الآن، كيف تتوقع أن يفكر أو أن يتصرف الآن مع هذه الخطوط الحمراء العربية الجديدة؟ ما هو اللي لازم نعرف أردوغان من هو؟ وتركيا أردوغان الآن هي مقاول قذر، هي يد قذرة للمجتمع الدولي للدول الغربية، يعني لا يمكن أن يقوم بأردوغان بشيء
دون اتفاق أو دون إملاءات أو دون ضوء أخضر من الدول الكبرى. وبالتالي هو أمام حل من الاثنين، يا أما يستمر في هذه العربدة ويقدم على خطوة مجنونة ربما. طبعا هو مش هيضحي بجنوده، هو أنا اللي بنوصل لجماعة طرابلس وجماعة الوفاق، يعني يوم أنتم مستخسر فيكم جنود أتراك، يعني يوم اللي وقعتوا معها اتفاقية وسميتوها اتفاقية دفاع مشترك ولا مذكرة تفاهم، صحيح، وتخيلتوا أنه ممكن يبعثكم جنود أتراك ويبعثكم قوات تركية، استخسر فيكم جندي تركي، بعثلكم سامحوني في اللفظ أوسخ ما أنجبت المعارضة السورية أو العصابات التي يقاتلها النظام السوري الآن، وهم التركمان السوريين الذين ارتكبوا جرائم في عفرين يندأ لها من جبين. هؤلاء التركمان الألوية والميليشيات التي كونتها تركيا، باعتبار أن هؤلاء التركمان تأتي من تسمية، هؤلاء يعتبروا في نفسهم أتراك سوريين أتراك يقال لهم التركمان، عصابات ليست لديها أخلاق ولا ناموس ولا شرف، وهاكم تشوفوا فيهم في طرابلس مقعمزين في مرابيعكم ومقعمزين في حياشكم. علينا ما ننكر وجود الجنجويد، أي راسي مرفوع لأنك ما عندك الجنجويد، عمرك شدت الجنجويد. لما تقول لي في طيار مصري يقول لك جيب لي بطاقته اللي طاحت، لما تقول لي في جندي إماراتي نرفع راسي فوق ونقول لك وين اثبت لي في جندي إماراتي على الأرض. لكن السوريين هنا هما في طرابلس وما قدرتوش تطلعوه من حياش الناس. السوري اللي جبته المرتزق اللي 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 كانوا يغتصبوا في الكرديات، في الطفلات كرديات عمرهم 9 و10 سنين، المركز السوري لحقوق الانسان، المرصد السوري لحقوق الانسان، تبعوه يا ليبيين، خلي يحكي لكم على جرائم التركمان اللي ارتكبوها. وبالتالي يا احمد اردوغان لم يحترمكم حتى في الاتفاقيه، اردوغان لم يدعمكم ولم يرسل دعم مالي، كل اللي بعثوه لكم خلص فيه. اردوغان خلى مصنع نسيبه متاع البير قادر متاع الطائرات يخدم على ليبيا بس، طائره فشلت تصنيعها في تركيا والمصنع قريب يفشل، خلاكم اكثر من 40 طياره طيحتها القوات المسلحه وممكن اكثر، خلى ليبيا سوق للطائرات متاع نسيبه. شوفوا اليوم الجرائم اللي يرتكب فيها اردوغان والتجاوزات اللي يرتكب فيها في شرق العراق. اليوم القوات التركية توغلت لأكثر من 15 كيلو متر داخل شرق العراق، يريد أن يسرق النفط والثروات العراق، وهذا اللي بيديره في ليبيا. يعني من تتوقع فتحي بشاغة ولا السراج ولا السويحلي غضوة بيوقف في تركيا يقول لا يا سيدي ما نمشوش بعيد يا أحمد، وهذه نقطة مهمة. أنت توا ولد طرابلس اللي تسكن في زي الدهماني ولا السوق الجمعة ولا فراس السن ولا فين كان، واللي طلعت عيني عملاء وسميتنا احنا دعاة حرب، برر قاعدة جمعيتيكا. شوف اللي مدعو لسما كارا واللي معاه، من يقود فيهم داخل قاعدة جمعيتيكا؟ شوف من يقشر لهم في البصل ويسقي لهم في الرز وقصتي، خوتك الليبيين اللي ولاد طرابلس يغصوا في المعونة التركي داخل قاعدة جمعيتيكا. هذا التركي اللي بنوصله يا احمد ان مش ما يتعاملكمش بندية، وعاملكم بلا احترام على الاقل، على اقل شيء. الرئيس السيسي امس لما تكلم تكلم بلسان عربي فصيح، والرجل تكلم معنا بمنتهى الخجل، وحتى لما تحدث عن تقدم قوات وعند الحق يتقدم بقوات تحمي امن القومي مرشلي، امن مصر يا اخي، امن القومي، اما تب الزيقرا يقعمس لك في حدود مصر غادي وابو عياط من هو الارهابيين، لا ابدا مستحيل. الرجل لما تحدث عن تقدم القوات المصرية بمنتهى الأدب والحجمة قال إذا قلنا لهذه القوات أن تتقدم فستكونون أنتم على رأسها، وهنا يقصد هو القيادة الوطنية. طيب عكس تصرفات أردوغان معهم حتى لازم تعرفها، الذي خرج بعد دخولهم إلى المنطقة الغربية وانسحاب الجيش بقرار من القيادة، قال نحن دخلنا وحررنا الموانئ والمطارات. نعم، وقريب روعة على فكرة يا أحمد، اعلان التحرير اللي اعتبروه هم تحرير، وانا هذا ندوفاه نقطة، راهو في طرابلس الميليشيات اعتبرت انسحاب القوات المسلحة من المواقع اللي كانت متمركزة فيها لأكثر من سنة اعتبرتها انتصار.
في فرق في السرعات، في فرق في الرجلة يا أحمد. المشير خليفة حفتر القيادة العامة كثير من الدول ما هيش راضي عليها مرات. ليش؟ لأنها لم تفرط في السيادة، لأنها بالليبي بالمفهوم الليبي، معلش سامحوني فيها الكلمة، حفتر يسكر في رأسها وما يطيطيش زي سيادة والسراج. وهذا من اسمين بالذات، السراج وسيادة، ستتذكرهم الليبيين كثيرا. بعدين النقطة المهمة يا أحمد، لما انسحبت القوات المسلحة بتحرير تركي ارتكبوا جريمة في حق مدينة العز ومصنع الرجال ترهونة، والذي نفسه بيده أقسم بالله العلي العظيم ما حدث في ترهونة سيدفع ثمنها شراد الميليشيات في كل مكان، في مصراتة وفي الزاوية وفي سوق الجمعة وفي كل مكان. كل صعلوك ميليشاوي ارتكب هذه الجرائم وهذا الدل اللي دل لمدينة ترهونة سيدفع ثمن غالي. خلينا نعود لموضوعنا الأصلي. صحيح، نعود لموضوعنا الأصلي يا أستاذ محمود. نعم، نعود إلى موضوعنا الأصلي، يعني وهذا خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في فرق في التحالفات يا أحمد. في فرق في التحالفات يا أحمد. طيب. في فرق يا أحمد في التحالفات، في فرق في الحليف. حليف يحترمني ويقدرني ويتعامل معي بالندية. وحليف يعني السيسي أمس لما تكلم ما قالش حنجيب لكم مرتزقة ونبعتهم، قالها هي قواتنا المسلحة ستكون في المقدمة. أردوغان لما وقعت معاه اتفاقية استخسر فيك جندي تركي. صحيح. جاب لك الكناسة عن المعارضة السورية. يعني أريد فقط أن أسألك عن ردود الأفعال تجاه الموقف العربي الآن. نتحدث عن موقف داعم من المملكة العربية السعودية، من الإمارات العربية المتحدة، من المملكة البحرينية، أيضا من المملكة الهاشمية الأردنية، لهذا الموقف المصري للحفاظ على الأمن القومي العربي من العدوان التركي. لكن في بيان صادر عن المجلس الرئاسي وصف خطاب الرئيس المصري بأنه إعلان حرب. بداية نحن متفقون يا أستاذ محمود أن هذا موقف أو بيان تركي وليس بيانا ليبيا، وإن صدر ممهورا بتوقيع الرئاسي. أحمد، الشق الأول من سؤالك، مصر دائما هي المايسترو في 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 الدبلوماسية العربية، وهي المايسترو في السياسة العربية، وهذا منذ الأزل. أيضا هناك مايسترو آخر أيد، وهي دولة كبيرة حقيقة عربية، المملكة العربية السعودية بوزنها وثقلها الكبير أيدت الطرح المصري. الأردن والإمارات، الإمارات ذات الرياض البيضاء في الملف الليبي، ومن اللي قاعد يقول لك لا أنت جبت لنا الإمارات والإماراتيين، الإمارات هي الوحيدة اليدها بيضاء والتي دعمت الليبيين بدون أي مقابل، وهذا أنا شيء شاهد عليه. يعني سألت الإماراتيين ذات يوم ليش أنتم تدعموا فينا، إحنا ما نبغى منكم شيء، قالوا عدونا وعدوكم واحد. من هو العدو؟ قالوا جماعة الإخوة المسلمين. انتهت الأمر. وكل هذه الدول وكل هذا الدعم الإقليمي، وحتى البيان الأمريكي أو مسؤول الخارجية الأمريكي، التوافق الروسي اللي حدث اليوم بين سامع وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الروسي، كل هذا يعطيك انطباع بأن مصر تدرك ماذا تفعل وتعلم ماذا تريد، وهي لم تأتي اعتباط. وهذا التصريح الذي قاله السيسي وهذا الخطاب الذي قدمه بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يأتي من فراغ، بل أتى وفق تنسيق دولي وإقليمي كبير جدا، وموقف مصر موقف واضح. لأن هناك جملة قالها السيسي، نحن الآن نملك الشرعية الدولية في التدخل في 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 العسكري في ليبيا، نملك الشرعية الدولية. رأي هذه كلمة مرت مرور الكرام على الكل، نملك لدينا الأدوات الشرعية والدولية بالتدخل في ليبيا. طيب، وبالتالي هناك تنسيق مصري كبير، المصريين يعرفون ماذا يفعلون. منون بخصوص ردود الأفعال الإخوانية، دعني أسألك يا أستاذ محمود فقط، بيان بتاع السراج، بيان السراج بداية، يعني أنت شوف، أنا تولق ده هو المصرية الخارجية، مصر مسؤول في الوزارة الخارجية المصرية قال المصريين قال لحكومة السراج، يعني أعرفوا أنتم حجمكم شنو. صحيح، هذا خبر عاجل الآن.
السيد سامح شكري. يدرك. اي نعم العالم يدرك تماما من هي حكومة الوفاق، يدركها تماما يعني، ويدرك من هم هؤلاء. انا متأكد ان اللي كتب البيان اليوم كتب العماري. العماري وكتبه كجمان. صحيح. لان فايز السراج ما يقدرش يكتبه. غير هذا البيان الصادر على المجلس الرئاسي عن فايز السراج، هذا بالذات كان فيه نعم كان فيه تصريح مباشر من ممثل الاخوان الرئاسي كجمان وممثل المقاتله في الرئاسي عماري زايد، اللذين وصفا الموقف المصري بانه اعتداء على السياده. كيف تعلق؟ والله اعتداء على السياده. انا ما بيش نحكي عليهم بالظبط بصراحه، لان هذول معروفين يعرفوهم الليبيين. لكن حموده سياره ان صغاره قاعدين يقروا في القاهره ويقروا في مصر ومرتبط بمصر ارتباط كبير، اليوم طلع بيان باسم مجلس النواب وما قدرش يكتب فيه اسمه باللطف. رئيس مجلس النواب حموده سياره، هذا المجلس الوهمي اللي داروه في طرابلس باش يسرقوا بيه الفلوس، مجلس من الوهم بادر فيه هو الصادق الكحيري ومعاهم طلة من النفعيين وبايعين الدمة والضمير مقامزين في طرابلس يبوا مجلس نواب موازي. هؤلاء وحتى فايز السراج، حتى هذا المعتوه اللي اسمه طاهر سيالة، طاهر السني اللي لولا مصر لولا مصر حقيقة ودعم هذه لأنه قاعد في كفش قاعد فني كوابل في الأمم المتحدة. بدري كاتب على تويتر ومصر ومصلحتها ونصحناها. تبي تنصحت مصر ده منين تعرف الدبلوماسية والسياسة؟ وبالتالي هؤلاء سيالة وسراج والسني هؤلاء يدركون حجم مصر ويدركون دورها ويعرفوا شن قاعدة تدير مصر، وبالتالي لن يخرج السراج ويوجه أي خطاب عنيف لمصر، وكان دارها معناها مدفوع من الأتراك وهذه نهايتها السياسية. لأنه أنا أتمنى وما بيش نتحدى، أنا أتمنى يطلع فايز السراج باعتباره رئيس ليبيا الآن هو رئيس مجلس رئاسي ويرد على الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقول إذا كنا يأشر على الزيقرة وعلى جماعة القوات بتاعها والكنترات ويقول إذا كنا لهذه القوات تتقدم فمعهم يعني ورد على الخطاب بتاعها. مش أنت تملك زمام أمرك، أخرج في مؤتمر صحفي وردوا على عبد الفتاح السيسي. المصريين وجمهورية مصر ودولة مصر تدرك الحجم الحقيقي لهؤلاء الأقزام وتعرف من هو سيالة وتعرف من هو سراج وتعرف كيف جو وتعرف قصتهم كاملة يعني، وبالتالي لن يتجرأ هؤلاء على التطاول على مصر أبدا. طيب حتطلع بيانات في من تطاول على مصر من خلال بيانات وتصريحات مباشرة، خالد المشري أيضا الإخواني خالد المشري رئيس ما يسمى مجلس الدولة أيضا يتحدث عن السيادة المنتهكة بعد هذا الخطاب المصري. صالح جعود عضو ما يسمى بمجلس الدولة يا أستاذ محمود هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتحدث أن الخط الأحمر القادم سيكون في مساعد. والله يشوف أنا حتى أخوتنا المصريين مش هياخدوا عليه رو واحد زي صالح جعودة يعني واحد زي صالح جعودة قال لك الاستراتيجية الأمنية بالتل طبعا قول أخوتنا المصريين بياخدوا عليه. واحد زي خالد المصري مش قادر يحكم في سروالة بيحكم في دولة بياخذوا عليه أخوتنا المصريين ما همش رقم يعني أرجو ما صالح جعودة والمشري وهذا كلهم ما همش رقم عند المصريين وحتى عند احنا كليبيين يعني. بالعكس أنا شفت من بدري في المرصد منزلين تصريح لصالح جعودة يعني ما خشيت نقرأ في التعليقات حالة كوميديا كبيرة جدا يا رجل. تفكروا لنا قصة التل وقصة يعني هؤلاء مجرد قراقوز المشري من المشري وجعودة يعني أتمنى أن يحسبوا على ليبيا ونتمنى من أخوتنا المصريين ما يحسبوش علينا حتى وإن كون ما هوش في صفنا وحتى إن كانوا ضد الحكومة المصرية. نحن نتمنى نشوف لما أحيانا حتى خصومتك تكون فيها ماذا بيك تكون عندك خصمك يكون حاجة كبيرة ما يكونش هزلي يعني الخصم كل ما يكون قوي تستمد انت من قوتك. انا ما يكون خصمي طيب انا ما اتمناش يكون خصمي. هؤلاء هم مشري. نعم هؤلاء هم خصوم الليبيين والشعب الليبي والجيش الليبي في الطرف الاخر. هؤلاء هم ممثليه وواجهتهم السياسيه لم والله يختار. بالعكس والله انا متاكد انا حتى بعد ما تنتهي القصه وتم حل الميليشيات والليبيين كان شدوا صالح جعوده والله ما مكلمينه تو واحد زي جنونه ولا واحد زي صالح جعوده مش بدي لهم تو. بالعكس انا اقول له قلت لهم حطوه في مجلس الكوميديا
نستفيدوا منه ممثل مسرحي كويس. قصدي في ناس ما شو بدي لك شد قلوله شو بدي لك تو بعد هاي تقبض على قلوله شو بدي لك؟ لا تملك الا ان تضحك يا راجل. نفس الشيء مع جعوده، لا تملك الا ان تضحك. هو نمشي القصه الحقيقيه اذا كان في رد حقيقي للمجلس الرئاسي، اذا كان في رد حقيقي للاخوان المسلمين، ترى خلي يطلع فايز السراج ولا يطلع الطاهر سيالة طيب يرد رد على الخطاب اللي قاله الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا أستاذ محمود تعرف إذا كان مردوش اليوم ضاعت معنا صحيح هناك بيان صادر عن المجلس الرئاسي إذن وصف الخطابة المصرية بأنه إعلان والله يا أحمد حرب. سمحني عندك يا أحمد نعم يا أستاذ محمود تفضل. والله البيانات هذوما الورق اللي عند شو اسمه احمد عماري وزايد وش اسمه والثاني وكجمع عماري زايد وكجمع يختموا ويطلعوا راه فايز السراج ما يدريش عليه بكل بير وما يقدرش يعني ما يقدرش يكتب. طيب لكن لفت ما في حاجه قويه تلقى لوطه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. لكن تعرف انه الخارجيه المصريه يا استاذ محمود تعرف انه الخارجيه المصريه معروفه بهدوئها ورصانتها، لكن الان هناك قوه وحسم في رد السيد سامح شكري وزير الخارجيه المصري على بيان صادر عن المجلس الرئاسي مرة أخرى أن تقول لا نعرف أبعاده ومن الذي كتبه. الآن هناك خبر عاجل يقول أنه علق وزير الخارجية المصري على رفض الرئاسي الاجتماع انعقاد الوزراء الخارجية العرب. هذا هو العاجل الذي أقرأه الآن أمامي. وزير الخارجية المصري تعليقا على رفض الرئاسي اجتماع وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية نعم قال عليهم أن يدركوا حجمهم داخل الحقيقي داخل ليبيا. طيب حتى هذه قصة أحمد هذه مهمة يعني توبة الطاهر سيالة ما يقدرش يمشي لأنه حيطلع من كلام ميليشيات قدوة يعتقلوه مسكين ورج كبير يلقى راح عطينا فقة في معتيق ولا في واحدة من التركيب ما يجيش ما يقدرش يحضروه وفي نفس الوقت ما يقدرش يطلعوا بيان قوي ضد مصر. أنا زي أنا نعود هالك يا أحمد ولو فاتت الليلة معاش ليه معنى متحدث السراج اليوم يطلع ولا الطاهر سيالة يطلع ببيان شديد اللهجة تجاه الكلام اللي طيب أنت تتحدى فايز السراج أن يخرج اليوم في خطاب متلفز على القناة التابعة له من طرابلس ويعلن رفضه للمبادرة المصرية ولخطاب رئيس مصر ويتحدى مصر. طيب هناك من تحداهم أيضا إذا كانت هذه الميليشيات رافضة لما تسميه غزو مصري لماذا لا تذهب إلى هذا الخط الأحمر الذي رسمه العرب الآن؟ هل تتوقع فعلا أن يبعث أردوغان أو يرسل هؤلاء المرتزقة للمواجهة؟ هل نحن أمام الرفض التام من تركيا لهذه المبادرة مبادرة السلام المصرية؟ تتوقع سيناريوهات تصعيدية أستاذ محمود الآن؟ وانت شد حساب أردوغان من مقاصبة ولا من الكرارين؟ أردوغان ماشي يموت مصراتها كلها را. انت من بيمشي غادي رسالته بيمشي مصاريت مصراته هالالف ولا الفين شاب اللي ما زالوا يبوا كملوهم وخلاص وتمت القصه. هذا هو اللي يبوه بس يعني انت تعتقد ان اردوغان لا خايف على جنود على الميليشيات تاع مصراته بيقولوا لهم لا تمشوش ما حتى لا تقتلكم الطائرات ولا يقتلكم المصريين لا ابدا مش هذا الموضوع. القصه قصه سياسيه اخرى لها بعد. اردوغان يدرك حجم مصر تمام ويعرف أن مصر لم تتخذ هذه الخطوة عبدا ويعرف أن تصريحات السيسي لم تأتي من فراغ. والرجل أمس كان واضح قال ما تعتبروش حلمنا ضعف ولا سكوتنا وصبرنا عجز بس لكل مقام مقال وآتى آتت اللحظة لحظة الحقيقة. طيب بس الآن المطلوب بدل ما تكتبوا بيان وتحطوا لوط المجلس الرئاسي مع بعضكم هيك وابصر من كاتبه معيتيك خرب الختم ولا واحد ترى يطلع المجلس الرئاسي بطوبته ويحدد مواقفنا بعد عدد موقفك يا سيدي اطلع فايز السراج رد على الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار رئيس المجلس الرئاسي هو رئيس الحكومه وانت القائد الاعلى كيف يسموا فيه القائد الاعلى للقوات المسلحه او القائد الاعلى للقوات بتاع الوفاق اطلع جماعتك انت راتي بموقف منك. عموما الخمس دقائق الاخيرات قبل ان نتحدث طيب سأفسح لك المجال في خمس دقائق لديك نصائح تريد ان توجهها للشعب والجيش لكن
قبل ذلك يا أستاذ محمود نتحدث الآن على سيناريوهات المشهد القادم، وأنت تتوقع أن يكون هناك مواجهة وربما سيدفع أبناء مدينة مصراتة للموت مجددا على أعتاب مدينة السرت، هذا ما تتوقعه أستاذ محمود في المرحلة القادمة، لكن ألا تتوقع أن يشكل هذا الأمر رادعا خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تلقتها ميليشيات مدينة مصراتة، أكثر من 140 قتيل خلال يومين فقط أثناء محاولتهم التقدم لغزو مدينة السرت قبل أسابيع، هل تتوقع فعلا أن يعيد هؤلاء الكرة خاصة مع الخطوط الحمراء العربية الجديدة؟ أو شوف يا أحمد، أعتقد أنه ليس لديهم إلا حل من اثنين. الحل الأول أن يذهبوا في المعركة إلى آخر مصراتي وإلى آخر ميليشاوي، وهذه القوات المسلحة لن تتراجع فيه. أو الحل الثاني وهو الذهاب وإكمال باقي التفاهمات اللي على رأسها حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها وإخلال معسكرات حتى تدخل القوات المسلحة دون حرب. يعني احنا في الحالتين خاشين خاشين بعون الله. طيب يعني انا حتى رساله لاهل طرابلس رغم اني اعتقد ان المعركه انتهت، لا لم تنتهي، انا بالعكس دوم بدات. وانسحاب القوات المسلحه ليس هزيمه، راهو اللي ماشي يغني في ترهونة ويرقص قدام المول ويكسر في املاك الناس، واللي خارج في الساحه الخضراء طالع ب 14 ونص يدور ويحسب انتصار، لم تنتصر انت. وبعدين في حاجه يجب ان يفهموها اهل طرابلس، في كلمة يا أحمد قالها غسان سلامة مهمة جدا وحتشوفوا تبعاتها في اليومين هذوما، وحتشوف الصراع الداخلي اللي حيصير في طرابلس بين الميليشيات. قال لو سيطرت هذه الميليشيات غسان سلامة ربي يذكره بالخير قبل ما يطلع من البعثة ويقدم استقالته، قال لو سيطرت هذه الميليشيات فأنها لن تفعل خيرا في الليبيين ولن يستطيع أحد ردعها. أي سيطرت؟ من يعتقد ان مجلس الشورى توار بنغازي مجلس الشورى توار دنا حينسوا ليكارا والردع اللي داروا فيهم؟ لا. طيب ومن يعتقد ان مصاريد مصراته وميليشياتها حتنسى لدار غنيوة؟ هذه مستحيل. تصفي حساباتهم الداخليه جايه جاي، بس احنا مش موضوعنا تو طرابلس، وحتى القوات المسلحه استراتيجيتها مش موضوعها طرابلس. طرابلس حتخش شبك لاكسات. السيناريو واحد من اثنين يا احمد، عم يستمروا في المعركة، وهذا ما نتمنوش أن تكون بلادنا وأرضنا أرض لمعركة إقليمية دولية، وهذا ما نبوش، وهذا أول مستبعد. أو النقطة الأخرى الثانية وهو الذهاب في التسوية الأمنية وليست السياسية، الأمنية الأولى صحيح، حال الميليشيات وإخلاء المعسكرات اللي متمركزة فيها ودخول القوات المسلحة لمعسكراتها وبعدين نتقعمز ونديروا حل سياسي. طيب ما فهموا منك الآن أنه هذه الميليشيات التي كانت تعتقد أنها انتصرت وتريد أن تتقدم للرجمة والجغبوب والجفرة والسرت والموانئ النفطية هي الآن محشورة في الزاوية وأمام خيارات صعبة بالنسبة لها، المعادلة تغيرت تماما، وهو ما يعيد الأمال الآن ودفعة جديدة للتيار الوطني والمدني الداعم للقوات المسلحة في المنطقة الغربية الجنوبية والشرقية؟ نعم بالفعل، راهو قصدي ان خلينا بالهرطقه اللي هرطقوا فيها في الفيسبوك والكذب اللي يكذبوا فيه والاغاني اللي بنش فيهم فيها ليبيا الاحرار والخدمات هذه، اي انتصار يا رجل انتصرت انت؟ الجيش انسحب وانت خشيت لي اماكن حرقتها ودمرتها، بس بل بالعكس انت الجيش انسحب وانت الان حياش الناس اللي انت بعتهم اللي كنت فيهم اهل طرابلس حياش المحتلين من السوريين يا اخي، هذا بالدليل بالفيديو عاد صحيح، انا انتصرت في المعركه. انت لولا فك عليك اردوغان اباتكم الجيش على بكره ابيكم، سنستنزفكم بالكامل، ما عادش في من يحمل السلاح. لان مشى اردوغان جاب لكم 12000 مرتزق ب 2000 دولار في الواحد، من السوريين يقاتلوا معاك. اللي اولى بالانتصار واللي يفرح مفروض السوري والتركي، انت ليش بتفرح على قهرتك وعلى لعازتك؟ خذك من الهرطقة. طيب لا لكن فقط يا استاذ محمود اريد ان اختم معك في هذه الجزئيه فقط، جزئيه ردود الافعال. قبل قليل كنا نتحدث انه الرفض لمحناه او رايناه فقط من جماعه الاخوان المسلمين
ورموزها ومشائخها، لكن لا أعرف ما إذا كنت قرأت موقف آخر غير إخواني صادر عن دكتور جماعة تيجا، هو رد على الموقف المصري في تغريدة وتحدث أن الحدود المصرية الليبية غير مرسمة، إلى ما يشير تحديدا؟ ما الذي يقصده تيجا برأيك؟ والله سيد جمعتيجا، احنا زمان الدكتور جمعتيجا كنا نعتقد انه هو رجل قانوني ورجل حقوقي ورجل مناضله، لكن بعد مواقفه الاخيره وقصه الطناجر يعني خليه حتى هو حطته في صف في صفره. شوف عتيجا تو حط بعد عجعوده وجماعه هذوك يعني مواقفهم غير موتره، واحد يهدرز لك على الطناجر وكل يوم في قصه وكل يوم في يعني قصدي ما انا بصراحه انا ما انا نكتب عليه منشور ممكن في الفيسبوك ندير بوست كوميدي عليه، اما بس ان انا افتح موضوع قصدي غير مؤثر. من هو جمعتيجا؟ شكون من جمعتيجا؟ قصدي يعني بعد حديث الطناجر اللي تعرفوه كلكم الليبيين والقصه اللي حكاها على الطناجر، قصدي ما فيش ما طيب ما هوش مؤثر في المشهد، غير صفر حالته السياسيه وصفر صفر. طيب المفتي المعزول مؤثر يا استاذ محمود؟ المفتي المعزول مؤثر، هناك حقائق. نعم المفتي المعزول هل هو مؤثر؟ لنريد نسألك عن تصريحات صادمة صدمت الرأي العام العربي، انتشرت انتشار النار في الهشيم الأيام الماضية، كفر فيها الجيش والشعب وطالب أيضا باستباحة أموال وأرزاق الشعب الليبي وقتل أسرى القوات المسلحة. ما هوش جديد عليه المفتي، راهو هذا من 2014 من قبلها، من 2011 ويفتي بالدم يا رجل. هذا الرجل أنا عندي معاه حادثة وحكيتها في أكثر من لقاء معاك. الرجل راهو يملك شيء مسكين، يجيبوا له ورقة يقولوا له شيخ راهو فيه وفيه وفيه وفيه، نبوا نقولوا لهم فيه وفيه وفيه، راهو هذا هو صادق غرياني. الرجل حتى إمكانياتها العقلية والذاكرة متاعها راهو ما منتهية، وبالتالي أنا حتى هو غير موتر يا أحمد بالنسبة لي أنا. يعني الليبيين عرفوها يعني فتاوي الصادق غرياني الآن أصبحت حتى هي مطار للسخرية ومطار للضحك. صحيح. طيب طلبت مني خمس دقائق صحيح تريد أن توجه فيها رسائل معينة. نعم أريد أن أفسح لك المجال في ختام الحلقة لتوجيه هذه الرسائل التي تريد إرسالها. أستاذ محمود تفضل. في نقاط معينة نأخذها في عجلة. مصر وفرنسا تدرك تماما وجيدا مخطط اللي قاعد ترسم فيه تركيا، وبالتالي المواجهة حتكون هيك. هناك حقائق يا أحمد سيأتي يوم للنصر وقريب سنذكرها، وسيصعق الليبيين بالفعل يعني من حجم المشروع الخطير اللي واجهت القيادة العامة للقوات المسلحة واللي ما زالت تواجه فيه الآن، وحيبهتوا الليبيين وحيستغربوا ما كان يحاك لهم. بس الآن صعب ذكره وصعب الحديث عليه، ولكن سيأتي هذا اليوم قريب إن شاء الله. بس في المقابل نحن مع القوات المسلحة قلبا وقالبا، وحتى الناس التي أصيبت بإحباط وشعرت ربما بمرارة من انسحاب القوات المسلحة لا تناقش في الأمور العسكرية. نحن لا نناقش القيادة العامة إطلاقا، لا أنا ولا غيري لست مؤهلا لأن نناقش القيادة العامة انسحبت ما تنسحبش، تطلع تسحب جنودها تطلع كل قوتها برا. هذه قيادة عامة ووثقنا فيها قبل 6 سنوات من لما كانت 300 شخص وسبع سيارات، واليوم مؤسسة عسكرية، واللي مكذب أنها مؤسسة عسكرية يمشي زور الرجمة برا، زور الرجمة وشوف التراتبية من البوابة إلى غاية ما توصل في داخل القيادة تعرف أنها مؤسسة عسكرية. ولكن لدينا بعض العتب أو بعض النقاط المهمة. أتمنى على القيادة العامة للقوات المسلحة أن تعيد صياغة خطاب الإعلامي بشكل عام. الخطاب الإعلامي يحتاج إعادة صياغة من أول جديد. أيضا أنا أناشد القائد العام للقوات المسلحة عبرك يا أحمد، وأناشد الفريق عبد الرازق الناظوري بوضع حد إلى كل من يسمي نفسه ناشط على الفيسبوك وتصور في تحركات الجيش وفي آليات الجيش، لأن ماتت أرواح وسقطت أبرياء من خلال هذه التصرفات. وعلى القائد العام والقيادة العامة أن تنهي قصة كل معقولة يا أخي كل آمر كتيبة عنده واحد بتليفونه يدور وراه
ومدينا صفحة على الفيسبوك كتيبة 106 كتيبة 128 كتيبة. الجيش مؤسسة واحدة، المتحدث متحدث واحد، والصفحة صفحة واحدة. كل كتيبة مديرت لي صفحة. هذا الكلام اسمعوه مني نيء، ما فيش حد يقول لكم تاني. أنا يقول لكم أنا نبيكم، نبي القيادة العامة والقوات المسلحة ونبي المؤسسة العسكرية أقوى وأكثر تنظيما. كل أمر كتيبة مدير معاه واحد يصور له بالتليفون ولا بكاميرا، وكل واحد ينزل في الخبر قبل العملية ما تكتب. يا أخي بدو يعطوا في أحداثيات القوات المسلحة، أحداثيات القوات، أحداثيات الآليات، واللي هذا فرحان باش يلقط اللايكات. يجب أن تضرب القيادة العامة القوات المسلحة. وأنا أتوجه بهذا النداء إلى الفريق عبد الرازق الناظوري، وأنا أعلم من هو عبد الرازق الناظوري لما يبي يضرب يد من حديد. كل من يسمي نفسه ناشط أو يسمي نفسه إعلامي أو مكتب إعلامي تابع للكتيبة الفلانية أو للسرية الفلانية، تقديم للمحاكمة والقبض عليهم. حنا نعرف الجيش مؤسسة واحدة وعنده متحدث رسمي واحد، ولو عنده صفحة على الفيسبوك هي صفحة واحدة، ولو عنده حساب على تويتر عنده حساب واحد. أما الكتيبة فلانية والصفحة الفلانية والناطق مش عارف، هذا كله يجب أن ينتهي. وهذه وناشد فيها القائد العام بشكل شخصي المشير خليفة حفتر، وناشد فيها أيضا الفريق عبد الرازق الناظوري. أما هذا الهراء أن يستمر بهذه الطريقة بصراحة أمر سيء للغاية، وخلانا مضحكة قدام الناس. معقولة جيش، جيش بقيادة واحدة 135 صفحة؟ هذيك اليوم اللي شفتهم يا أحمد أنا 135 صفحة، كل واحدة بس بكتيبة قريب، حتى أمر الكتيبة وانسباتها يديروا لهم صفحة. إيه العبط ده اللي انتم فيه؟ ما هذا الهراء؟ يجب أن يتوقف. المؤسسة العسكرية عندها إدارة توجيه معنوي، عندها متحدث رسمي، وانتهى الكلام. غير هيك أي واحد يكتب على الفيسبوك أقبض عليه. يا أخي بدو يكتبوا على العملية قبل أن توصل. والله يا أحمد شفت بعض الصفحات وبعض النشطاء اللي يسموا بروحهم نشطاء، كاتب على العملية العسكرية قبل حتى ما تصير، وقريب يعطيك حتى عدد القتلى وعدد. ما هذا؟ كفوا عن هذا الهراء، ويجب أن تكون هناك وقفة جادة من القيادة العامة للقوات المسلحة بصراحة. أيضا القيادة العامة للقوات المسلحة تدرك تماما حجم الألم اللي فيه الليبيين، وخاصة في طرابلس. ومش حتى نسى طرابلس، وطرابلس جيتها جيتها، ولكن قبل طرابلس هناك أوكار للميليشيات يجب أن يتم سحقها وتفكيكها سواء بالسياسة أو بالقوة. وأتمنى من القيادة العامة للقوات المسلحة أيضا، وهو طلب أخير يا أحمد، أن تعيد النظر في تشكيل مواقفها السياسية وفي مستشاريها السياسيين، وأن تبحث عن كوادر حقيقية جادة تستطيع التعامل مع المتغيرات اليومية. السياسة الدولية متغيرات يومية، خلونا نبحث عن حلفاء سياسيين قبل أن نبحث عن حلفاء عسكريين. شكرا لك يا أحمد وتحية. شكرا، وأنا أشكرك على صراحتك وعلى هذه الرسائل التي سنقولها فاتحين يا أحمد راو، سنقولها فاتحين لا نقاش راو يا أحمد. لن تفلحوا مجددا يا أستاذ محمود، رغم هذه الخيبة ربما التي نعم تتحدث عنها قبل قليل في السابق. طرابلس لينا، طرابلس لينا. لا 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 بالعكس، نحن ما خسرناش المعركة، نحن انسحبنا لاعتبارات سياسية وعسكرية تعلمها القيادة. أما المعركة لم نخسرها، معركتنا مستمرة وسندخلها فاتحين يا أحمد بعون الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ محمود المصرات. مشاهدينا بدنا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من الحدث. في ختام هذه الحلقة تقبل تحيات معدها أحمد سالم، تحياتي أحمد القماطي، في أمان الله.